اجتهدوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. إذاعة مرسال تستمعون الآن. الأمر الثاني الربط والصلة التي توجد بين علم السيرة وسائر العلوم الشرعية الأخرى كالتفسير والحديث والتاريخ والفقه والعقيدة وما إلى ذلك. هناك ربط. أحيانا لا يمكن أن تفهم آية أو تفقه حديثا أو تستنبط حكما إلا إذا وقفت على حدث من أحداث السيرة لأنه مرتبط به ولهذا أنت تقرأ في كتب التفسير تجد فصولا وتجد مقاطع في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون كيف هذا؟ نقول أن القرآن الكريم هو أحد المصادر الأصلية للسيرة النبوية. يستحيل أن يأتي عالم يكتب في السيرة النبوية لا يجعل القرآن مصدره. غزوة بدر أليست من داخل في حياة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة أحد، غزوة الخندق الأحزاب، غزوة حنين، غزوة تبوك، غزوة بني قريظة، كل هذه الغزوات هي متعلقة بسيرته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل شيئا عنها في القرآن الكريم. حتى الحياة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل شيئا منها في القرآن الكريم. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما كانت تحت أسامة بن زيد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة إبطال التبني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. هذا متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا في القرآن الكريم. إذن بعض الآيات أو بعض الأحاديث متوقفة على ماذا؟ على فهم حدث من أحداث السيرة يتبين فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله كيف فعل في ذلك، وقد تجده في أسباب النزول. أحيانا يذكر العلماء آية يقولون أن هذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وذهب إلى غير ذلك، تجد تفاصيل. وأسباب النزول معين على فهم الآية، سبب قوي في فهم الآية، وهو متعلق بماذا؟ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا قرأت آية الحجرات يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ترى أن قوما من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينادونه بما ينادي الناس بعضهم بعضا، ولهذا الله عز وجل أدب المؤمنين قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقول يا محمد أخرج إلينا، فأدبهم الله بهذه الآيات التي بسورة الحجرات. إذن فتجد أن القرآن علاقة وطيدة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله لما تكلم عن جزء من السيرة وهي المغازي، المغازي يعني المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه، هي جزء من سيرته، لأن الغزوة إذا تكلم عليها علماء السيرة فيتكلمون عن تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى هذه الغزوة وأين وقعت ومع من خرج وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نصب خيمته وهل ألحق بهم الهزيمة وكيف انتصر عليهم وما هي الأمور التي استعملها وما هم الرجال الذين جعلهم على رأس السرية أو الغزوة، كل هذا داخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله يقول تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها. هذا إمام من أئمة الكبار، الخطيب البغدادي حافظ، إمام معروف، إمام الشرقي، هذا يسمى الخطيب البغدادي وله كتب في الحديث معروف، كما أن عالم المغرب هو ابن عبد البر فيقولون ابن عبد البر المالكي، هذا عالم المغرب، والخطيب البغدادي عالم المشرق، وكلاهما عالمان جليلان. يقول تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، أحكام شرعية نحن بحاجة إليها، إذن يقول فيجب كتبها والحفظ لها، لابد أن